يعني حظك مره ثانيه يا ابو احمد. ودي وجهه نظر اتمنى طيب اكملها بعد كذا. طيب استاذنك معي مدير العلاقات العامه برابطه دوري المحترفين استاذ احمد المصيبيح. يا غلا فيك استاذ احمد. الله يحييك. حييك وحيي ضيوفك. استاذ احمد يعني السؤال الاكبر يعني السؤال الاهم الان، وش اخر استعدادات الرابطه لهذا الكرنفال اللي يعني نقدر نقول متابع محليا وحتى خليجيا؟ اولا تعالي في البدايه مثل ما باركنا الاهلي الموسم الماضي وقبل النصر وقبل وهنئ الهلال بطوله الدوري، واتمنى حقيقه من الجماهير الرياضيه والاعلاميين انه نتعامل برقي مع كل بطل يتوج، يعني ما نحاول نقلل من قيمه الدوري. لما اخذ النصر الدوري قال والله الفرق، لما قبل اخذ الفتح نفس الشيء الفرق ضعيفه. فالدوري قوي والبطوله صعبه، البطوله الدوري هي اقوى المنافسات. فنهنئ الهلال وان شاء الله سنحتفل فيه ونحتفل باشقائه في المواسم بالنسبه لاستعدادات الرابطه. طبعا كعادتها بعد نهايه الموسم، لانه هذه يعني الخادمه بتكون خادمه ان شاء الله مسك بالتعاون مع الشركه الراعيه عبد اللطيف جميل وشركه اطلاع اللي هي اليوم حتتولى شكل الاحتفاليه وتنظيمها ومضامينها. حيكون ان شاء الله احتفال يليق بالبطل مختلف تماما عن المواسم المقبله، وهذه خطوه للتجديد. تبدا المباراه طبعا قبل المباراه وبين الشوطين، المباراه ديربي طبيعيه، احتفاليه حتكون بعد المباراه ان شاء الله. ما بيكون ما راح يكون اي شيء قبل المباراه اي لا طبعا، لانه هذه مباراه ديربي مباراه دوريه طبيعيه، لكن من حق الهلال يتوج بعد نهايه المباراه، قبل المباراه هذه ملك للفريقين. النصر والهلال مباراه ديربي عاديه حتى تنتهي المباراه تبدا الفعاليات. طيب تعطينا شوي من تفاصيل هالحفل اذا كان عندك شيء منها. والله الحفل الله طبعا طلع بوسائل الاعلام، لكن اكرر انه المباراه طبعا تبدا 58 دقيقه يعني تخلى 10 بعد نهايتها حتى تغلق الانوار، وبعدها يتم وضع يعني المعدات اكثر من 120 شخص داخل الملعب، وخلال ساعه الملعب حتكون تستعرض مشوار الهلال في الدوري واهدافه، وبعدها تأتي الإضاءة والاحتفالية بها احتفال على طريقة يعني جديدة، طريقة يعني شو أقول لك مختلفة، طريقة غير تقليدية. ما أبغى أصبح أنا مفاجأة على قولة عبد اللطيف جميل، وما نشتهي نتكلم خلاص ما بقى شيء على حيكون في أغنيتي الراجل فارس وحسين الجسمي، وبعدين ستيج الفريق بدل ما هو داخل الملعب، المنصة اللي هي المنصة الاحتفالية حتكون في المضمار بإذن الله. طيب كثير أستاذ أحمد يعني يتساءلون، كثير صار لغط كبير في قضية الجماهير وتوزيع الجماهير، كثيرين قالوا انه يعني ما في شيء رسمي، لكن قالوا في حالة انه جماهير النصر ما حضر العدد المطلوب سوف تفتح البوابات للهلاليين، في ناس قالوا لا انه تحضر الى المدرج النصراوي بدون اعلام هلالية، ايضا طلع لنا انه امكانية ازاحة الحاجز الامني من واجهة استاد الملك فهد. لا لا، انا اكون يعني منطقي كما وسبق صراحة مباراة الهلال والنصر قبل العام الماضي لما تتويج بحضور الهلال. مباراة ديت من حق النصر ياخذ 50%، اللي بيصير انه رجل الامن المسؤول، رجل الامن فقط المسؤول عن المباراة مع الجماهير، في حالة وصول المباراة يعني زمن بدايتها بدقائق او ربع ساعة نص ساعة بعد بدايتها المباراة. بعد بدايتها؟ لا قبل بدايتها. اي في جماهير برا الملعب حتدخل الجماهير كل، ما يمكن تخلي الجماهير امنيا خارج الاسواق. طيب كيف تدخلهم امنيا؟ لكن منطقيا وكمبدا النصر 50%. طيب كيف تدخلهم امنيا مع جماهير النصر؟ يعني هذه امنيا فيها مشكله. لا لا ما في شيء اسمه، يعني شو يقول كل واحد يلبس تيشيرت يبين وش ميوله، الجمهور عادي رجل امن يؤكد انه اي واحد يجي طبيعي بلبسه الطبيعي يدخل المدرج. طيب الحاجز ازاله الحاجز لا لا الحاجز هذا حاجز امني ولا يمكن ازاله. يعني ما في اي نيه لازالته ولا لا ما في ازاله حراج. وبعدين انا متوقع جمهور النصر على درجه من الوعي، وزاره النصر امس كنا في اجتماع بحضورهم وحضور جمهور الهلال، كانوا على درجه من الشفافيه والروح العاليه، وكان الود يعني مظله الاجتماع بحضور رجال الامن، الامور حتمشي طبيعيه. وتخوف اللي صاير والله جمهور النصر حيفضل مدرج، لا المباراه حتقام بنشوف الجمهور شيء ان شاء الله. طيب كثيرين يتساءلون، يعني انا اقول لك يعني نقول لك تساؤلات الجماهير عنه كيف يعني سمح، كيف خاطب الهلاليين رابطه الدوري المحترفين في مساله اشراكهم في الاحتفال في تجهيزات هذا الاحتفال.
لا هو شوف شركة صلة طبعا شركة هي راعية ومشغلة النادي أيضا نادي الهلال، فالتواصل كان سهل جدا. ومو الهلال كبطل مثل العام الماضي الأهلي حطناه في الصورة وشارك وفي فعاليات معينة هو يختارها، وهذا حل الموسم هذا إنه طلبوا الأخير إنه يشارك إنه يتوج الفرق الشباب الأولمبي على هامش التتويج. أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك وشكرا لمداخلتك. كان معنا أحمد المصيبيح مدير العلاقات العامة برابطة دوري المحترفين. أبو صالح عندي تعليق؟ لا.